استمرارا لتدشين معارض أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة، قامت كاميرا على مسؤوليتي بجولة لتفقد تلك المعارض بمحافظة المنوفية للوقوف على مدى توافر السلع المختلفة خاصة الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة. احنا بمناسبة تعليمات وقرارات فخامة السيد رئيس الجمهورية بأن نبدأ السنة دي معارض أهل رمضان اعتبارا من أول يناير، وبالفعل نفذنا من أول يناير. عملنا في المحافظة المنوفية حوالي 44 معرض موجود في مدينة أوسنا، هنا ثلاث معارض فيهم جميع السلع الغذائية اللي هي بالذات السلع الاستراتيجية اللي هي الأساسية لكل بيت، اللي هي السكر، الزيت، الرز، المكرونة، الدقيق، بخلاف السلع التانية موجودة طبعا. والأسعار في المعارض أقل من مثيلها في السوق من 20 إلى 25%. أحيانا في سلع بتنزل مثلا ل 15، اللي هي السلع اللي هي ممكن نقول إنها يعني على الطلب شوية، ولكن إحنا مكثفين عدد المعارض كتير لأن على أساس كل ما زاد العرض بيبدأ يعمل تثبيت في الأسعار عندي. الناس متجاوبة بسبب الأسعار طبعا والكميات الموجودة والخامة الكويسة اللي هي عايزاها والمطلوبة والسعر اللي هو مطلوب، سعر الحمد لله أسعار مش موجودة يعني في أي مكان. إيه رأيك في الأسعار؟ والله جميلة قوي، جميلة، ربنا يبارك فيكم يا رب، يخلي الريس ويخلي مصر كلها بخير يا رب. لا جميله والله، الحمد لله، ربنا يستركم دايما زي ما انتم ساترين لنا يا رب. لقيت الاسعار بجد رخيصه جدا عن ما عندنا، يعني الحاجه بجد رفعه يعني ما كناش عارفين نشتري، فدلوقتي بقول اخد الشكاره الرز اللي شيل. صراحه الاسعار جميله جدا جدا، يعني لما نيجي نبص للرز مثلا بره غالي، هنا الاسعار بتاعته جميله جدا ومريحه جدا، يعني حاجات كويسه جدا يعني الحمد لله، والحاجه اهيت متوفره اهيت، واللي انت عايزه بقول لك خده. بصراحه موجوده ورخيصه عن بره. الرز هنا ب 13 هنجيبه بره ب 19 وب 20، والمكرونه ب 20 وب 22 بيغلوه علينا هنا كيلو ب 15 جنيه. الحمد لله كل حاجه موجوده هنا رخيصه يعني.